كونكتر وإيميتر. شو بتتوقع مميزات الاي جي بي تي؟ تحمل تيارات عالية وجهد تيار بتحمل بالضبط تيارات عالية وجهد اللي هو عنده قاعدة منفصلة وعنده بيز عالية. يعني احنا التيارات العالية بيقدر يمررها بين الكوليكتر والإيميتر شباب توصل ل 270 أمبير توصل لثلاثة فاز. هون الجيت بتحمل جهود عالية بتوصل ل 200 فولت كبطارية. فوجود الـ IGBT ترانزستور في دوائر الهايبر هو العنصر الأساسي والرئيسي اللي بناء عليه بتحول دوائر الانفيرتر من AC إلى DC أو من DC إلى AC. تمام؟ هسا شو الفرق بينه وبين الموسفيت؟ الموسفيت كان ما يتحمل تيارات عالية